لعنة الله على من يفتري على شيخنا ذلك. لا يقتطع من كتب العلماء. شيخنا علم من أعلام أهل السنة والجماعة، علم من أعلام الأشاعرة رضوان الله تعالى عليه. هذا الشيخ الولي الصالح، الشيخ عبد الله الحبشي الهرري، تعلمون ماذا قال في جمعيتكم؟ قال في جمعيتكم: هي حصن يلتجئ إليه الناس من فساد الاعتقاد، هي حصن يلتجئ إليه الناس من فساد الاعتقاد. هذه جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الذي يسعى ليل نهار ليهدم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، وهيهات هيهات، ولا بالمنام بإذن الله. قل موتوا بغيظكم. هذه الجمعية